هاي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج التور، حاول احكي فيها عن الاحوال العاطفية والعامة لك يا برج التور، حاول اتحدث كذلك حتى عن العزاب. بنشوف شو بخبئ لهم. بدي اقول انه هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع، وفي امكانية انه تكون قراءة عكسية خاصة اذا تحدثنا عن الوضع العاطفي. بدي اطلب كذلك منكم انه تزوروني على البيج تبع الانستغرام، هونيك بحط قراءات يومية. سعيدة جدا انه تشرفوني هونيك. ورح ابدأ بالقراءة يا برج الثور. اوكي، بداية يا برج الثور، عم شوفك كأنه عم تعاني من افكار سلبية، كأنه في اشياء بتجي على بالك منا جيدة، عم تفكر في شخص ممكن يكون هذا الانسان برج ناري، يكون هذا الانسان قيادي جدا، او ممكن ظلمك او عمل لك اشياء خليتك انت تفكر بهذه السوداوية وهذه السلبية. عم شوفك كأنه بتحاول يا برج الثور انه تطلع من هذه الكآبة ومن كل هذه الامور السلبية، لتطلع لهذه الحالة اللي هي نان اوف بنتيكلز، اللي هي السعادة والرخاء والحب والجمال. كأنه عن بدك ايه، بدك انه تغير هذا الوضع من السلبية الى الايجابية. بتحاول انه تفكر بكل شيء ايجابي عشان تحصل على هذه طاقة، يعني كأنه أنت مو حابب أصلا هذه الطاقة اللي بتحس فيها من ألم ومن جرح ومن تعذيب ومن كلام قاسي، أو ممكن أنت بتحكي لحالك كلام قاسي جدا. أوكي، بالنسبة للشريك ممكن هو يكون من برج العذراء، أو ممكن هو الإنسان واخد طاقة المبتعد، ما بيحكي معك، ما بيتكلم معك، كأنه في جماد. هذا الإنسان الهرمت هو الإنسان اللي معتكف، ما بيحكي مع أحد، عازل حاله وما بيحكي مع أحد. أنا هيك عم شوفه طاقة الحبيب، معتزل وما بيحكي معك. عم شوفه لأنه بيشعر هذا الشخص بخيانة، او انت يا صاحب هذه القراءة بتشعر بخيانة، كأنه هذا الانسان جرحك وعذبك نفسيا وابتعد. اوكي، بس حاول، يعني بحس انه هذا الشخص يعني بده هو اصلا انه يبتعد عنك، انه يعتزل الكلام، انه يشوف حال، لانه عم شوفه اصلا هذا الانسان شايل بقلبه، عنده ممكن حتى في حقد تجاهك، ممكن هو يتمنى لإلك السوء على فكرة يعني. وعلى فكرة هو بده ممكن انه يصير لك فضيحة او شيء غير جيد لإلك. اوكي، كانوا عم شعر هذا الانسان شايل كتير ضغائن بقلبه تجاهك. ليش؟ شو حصل يعني لكل هذه الحقد وكل هذه السوداوية؟ يعني عم شوفك اصلا انت مبتعد وتهتم لامورك الخاصة، كأنه رجعت نفسك ورجعت كتير امور، صاير عم تفكر انه تنهج منهاج طريق جديد، وانه تبحث عن احلامك، وانه تبحث عن طريق جيد لإلك. عم شوفك كتير طموح جدا، وعم شوفها لأنه إذا اتبعت هذا الطريق، عم شوف أنه في حد سيكون تجاهك، سيكون معك. أوكي، الحظ سيكون معك، وأنه في خير سيأتي، بس ممكن الأمور تتأخر شوي لأنه البيج أوف كابس إجت بالقلب. أوكي، ممكن يا برج الثور انت هذه العلاقة سببت لك كثير من الألم، لهيك عم شوفك انت تشعر بكثير من الكآبة والسوداوية، وكأنه هذه العلاقة سببت لك نوع من الألم الداخلي. لهيك عم شوفك مبتعد وتبحث عن سلامك الداخلي يا برج الثور. عم شوف كذلك حتى انه انت تعاني داخليا، كأنه هذه العلاقة سببت لك ألم وخلتك تريح الفراش، عم تفكر بكل أشياء سلبية. أما هو فهو يعيش صراع مع نفسه، كأنه أنت يعني الفرق بينك وبين الشريك الآخر أنه هو عنده غل وعنده حقد وعنده كراهية وعنده يعني معصب عليك، شايل بقلبه. أما أنت عم شوفك مهدم، عم شوفك محطم داخليا،
ما بعرف ليش هذه الطاقة سلبية، بس عامة هيك عم يطلع لي. بالنسبة للنوايا عم شوف هذا الإنسان ينوي إنه يبعث لك مسج قاسي جدا، ممكن يكون في كلام حاد وممكن يكون شوي قاسي هذا الكلام، هو هيك أنا عم حسه، يحاول يتواصل معك ويحكي معك بس أنا عم شوفه ممكن يكون هذا الكلام جدا قاسي. بالنسبة لك يا برج الثور، فالأمر كأنه عم شوفك عم تهتم لحالك، لإعطاء الصداقات، للاهتمام بسلامك الداخلي، عم شوفك عم تبحث عن الاستقرار يا برج الثور، كأنه عم شوفك خلص هذه العلاقة ما شفت منها إلا الألم وتبحث عن السعادة يعني. كمان عم يطلع لك انه في مشاكل وفي خصامات انت والشريك، يعني انتم متخاصمين يعني كذا مره، انتم بتتخاصموا ممكن وعندكم يعني انت شايل بقلبك وهو كذلك شايل بقلبه. اما بالنسبه للخطوه القادمه فممكن هذا الانسان يحاول يتكلم معك، لانه عم شوف اني هو ينوي داخليا، ما بيعمل هذا الخطوه بس بينويها، ينوي ان يبعث لك مسج، بيفكر بهذا الموضوع بس يعني فعليا الخطوه القادمه عم شوفها ممكن هذا الانسان يحاول يتواصل معك، بس ممكن الكلام رح يكون قاسي ويكون في تجريح، كمان عم شوف في تجريح، ممكن يتواصل معك والكلام ما يكون فيه اي خطوه للسعاده ولا الهدنه. اوكي، ممكن المستقبل البعيد، انا بحكي عن المستقبل البعيد، ممكن انت تجد سلامك الداخلي وسعادتك الخاصه مع شخص جديد، مع انسان جديد، ممكن مع هذا الانسان الامور يعني من واحد لاخر تختلف، لانه مش كل برج الثور عنده نفس الطاقه، يعني من كذا انسان تختلف الطاقه، ممكن للبعض يكون في رجعه لهذا الشخص والامور تتصلح من للمدى البعيد، وفي بعض منكم ممكن ينهوا العلاقة ويبدأوا حب جديد. ليش بقى؟ لأنه هون عم يطلع لي نيو لوف، في حب جديد، في إنسان جديد رح تتعرف عليه، في إنسان رح تشعر معه بمشاعر جميل جدا، ورح تتجدد هذه الأحاسيس ورح تشعر بسلام داخلي. أوكي، بالنسبة للطاقات ممكن أنا عم شوف برج العذراء، عم شوف برج السرطان، عم شوف برج الدلو، وعم شوف الطاقات الهوائية النارية والمائية حتى التراب، يعني تقريبا كل الطاقات عم تطلع عندي بهذه القراءة. اما بالنسبة للعزاب ممكن عم شوف حتى هن يكونوا بعلاقة جديدة او يتعرفوا على شخص جديد، ممكن هذا الانسان يجيب لهم نوع من الاستقرار العاطفي الذي فقدوه منذ فترة، لانه عم شوفهم حياتهم كانت عبارة عن جفاف او يعني قحط، ما يعني ارض غير مسقية ابدا او مروية، عم شوفهم كأنه عم يعيشوا جفاف عاطفي وعندهم نوع من الـ 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 الإحساس بالنقص. أوكي، كانوا بيحسوا حالهم منو مستقرين، منو بعلاقات، بيحاولوا إنه يكونوا بعلاقات. أوكي، فعم شوف في علاقة جديدة ممكن تنشأ بهذا الشهر، وممكن كذلك حتى تتعاملوا مع برج ترابي أو برج هوائي. هذا الإنسان ممكن تكون صفاته الشخصية هو شخصية بتعرف كيف تحكم عقله وبذات الوقت تحكم قلبه، هذه الناس عندها القدرة أن تحكم هذه الاثنين وعندهم القدرة أن ينجحوا بحياتهم، لأنهم هن مزيج من المشاعر وكذلك العقلانية. ممكن هذا الإنسان هو من مدة وهو يراقبك، عم يراقبك من بعيد، بس ما كان عنده القدرة إنه يتكلم معك، إنه يبعث لك مسج، إنه يحكي معك، بس عم شوف إنه الأمر رح يكون لصالحك يا برج الثور. أما بالنسبة للطاقة العامة يا برج الثور،
ممكن للبعض من أصحاب برج الثور يفكروا بالرحيل، الابتعاد عن كل المشاكل، عن كل الأشياء اللي عم تسبب لهم ألم. عم شوفكم يا برج الثور كذلك عم تهتموا شوي بحالكم، بأناقتكم الخارجية. عم شوفكم كأنه عم تسكروا باب أمام كل الأشياء السلبية، الطاقة السلبية، الأفكار السلبية. كذلك عم شوف على أنه في انفراجات لبرج الثور. ممكن الأبواب اللي كنتوا عم تحسوها عبارة موصدة أمامكم، ممكن يكون في فرج عن قريب إن شاء الله. أوكي، ممكن يكون في كذلك عم شوف في عجلة الحظ، أو في الحظ كذلك سيكون بجانبكم يا برج الثور. عم شوف كذلك على أنه هذا الإنسان اللي كنتوا أنتوا تعرفوا أو تتكلموا معه، ممكن خلص تسكروا باب عليه وتنطلقوا بحياتكم. عم شوف الانطلاقة قوية جدا. عم شوف حتى على انه للبعض من برج الثور يصير يفكر باتمام دراسة جامعية. للبعض كذلك من برج الثور ممكن يعمل عمليات جراحية او تجميلية بالاخص. عم شوفكم كذلك عندكم بهذا الشهر، عم شوفكم شوي كلامكم قاسي، كلامكم حاد. ممكن كل الناس اللي حواليكم عم تجرحكم او عم تجيب لكم طاقة سلبية. ممكن تسكروا الباب عليها، او ممكن حتى تأدوها كلاميا. اوكي، عم شوف على انه بهذا الوقت ممكن تلتجئ للبيت ولكنف البيت. عم شوفكم تهتموا انه تقعدوا مع عائلتكم، مع الناس اللي بتحبون بالحياة. عم شوف كذلك البعض منكم يكون في ظهور، في بروز. الناس عم تطلع فيكم او تطلع عليكم، تشوفكم كتير حلوين، كتير جميلين، لانه عم شوفكم عم تهتموا بالشكل الخارجي كتير. عم شوفكم عم تحسوا انه لازمكم انه تهتموا بحالكم، وانه تصيروا اجمل واحسن. اوكي، وانه تسكروا الباب على كل الاشياء السلبيه. عم شوف للبعض منكم ممكن يسددوا مصاريف او في فواتير ممكن يسددوها. عم شوف في تصليحات بالبيت ممكن تحصل. عم شوف كذلك انه يا برج الثور ممكن يحصل في حب جديد. عم شوف في طاقة حب جديد ممكن تحصل، وعم شوف في تغيير جذري بحياة برج الثور. هذا التغيير ممكن يحصل بعد الخيانات المتكررة اللي انت عم تعيشها من الاشخاص، من الناس اللي حواليك، من الصدمات بالحياة. فبتفكر انه لازم يكون تغيير بحياتك. ممكن يا برج الثور كذلك عم شوفك تلتجئ الى الطبيب. كتير وارد انه في اشخاص ممكن يعملوا عمليات تجميل او يحسوا حالهم محتاجين انه يكونوا جميلين بهذا الوقت. بس ما تعملوا اشياء ممكن تندموا عليها يا برج الثور. ممكن تعملوا عمليات ما تحبوها بهذا الوقت، لانه عم شوف انه في عطارد متراجع، في كتير المريخ بالحمل، يعني مش جيد ابدا انه تبداوا عمليات تجميل. اوكي، تقريبا كل الكواكب متراجعه، زحل، مشتري، نابتون، في كذلك عطارد. يعني انا ما بحب ابدا انه يكونوا الناس يعني تعمل عمليات بتراجع الكواكب، وقت تراجع الكواكب. بالنسبة لك عم شوفك انه تبحث عن المال او جني المال. عم شوفك يعني طاقتك تتجدد وتنهي خطوات او تنهي ابواب كانت سلبية امامك. ممكن ينكشف لك شيء او ينكشف لك عرض او شخص رح تشوفه على حقيقته. انا عم شوف طاقة جميلة جدا تجاه العلاقات. اما بالنسبة للاشياء الاخرى فممكن الامور رح تاخد وقت لتتحقق او تتيسر. اوكي، بالنسبة للصحة ممكن انا عم شوفك عم تزور حكيم، بس اهتم شوي للنفسية اكثر، لانه عم شوف نفسيتك شوي تعبانة يا برج الثور. بس اهتم لحالك، اهتم للظهر، اهتم كذلك للرأس. ممكن يجيك صداع نصفي للبعض منكم. عم شوف حتى اشياء بالمعدة، ممكن تاكل اشياء ما تتقبلها معدتك. حاول تاكل اشياء صحية.
عم شوف هيدي يعني الطاقة العامة، بس عامة في حب جديد، في علاقة حب جديد كذلك تظهر، في طاقة جميلة. بتمنى لكم يا برج الثور كل الخير، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناة.